الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قالت مصادر حكومية أن العراق سيتجه للتباحث مع البنك الدولي لتمويل التزاماته المتعلقة بإنجاز خط الربط الكهربائي العراقي الخليجي، ومن المتوقع أن تنجز المرحلة الأولى منه صيف عام 2022 من دون الإشارة إلى تاريخ محدد أو حجم التمويل. وأضافت المصادر أن العراق يسعى لتوفير التمويل اللازم لإنجاز التزاماته الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي بهدف الحد من أزمة نقص الطاقة في البلاد. هذا وأبرم العراق في أيلول عام 2019 اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خط لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر، 80 كيلومترا منه داخل العراق و 220 كيلومترا داخل الكويت. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا تجاوزت 6 ملايين برميل خلال شهر تموز الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة أن العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال الشهر الماضي 6,660,000 برميل بمعدل 222,000 برميل يوميا، مرتفعة عن شهر آيار الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا 5,790,000 برميل بمعدل 193,000 برميل يوميا. وأضافت أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة بالصادرات النفطية لأمريكا بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وروسيا، وبالمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية. أظهرت بيانات حكومية تسارع نمو تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 6.1% خلال تموز الماضي على أساس سنوي مقارنة ب 5.3% في الشهر السابق له. وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن التضخم على أساس شهري نما بنسبة 1% خلال تموز مقابل نحو 0.3% خلال حزيران الماضي. وأفادت البيانات بأن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 5.4% في تموز على أساس سنوي من 4.9% بالشهر السابق. تراجعت نسبة البطالة في تركيا خلال شهر حزيران الماضي 2.5 نقطة مقارنة بشهر آيار. وأوضحت معطيات هيئة الإحصاء التركية أن نسبة البطالة خلال شهر حزيران استقرت عند 10.6%. وأضافت هيئة الإحصاء التركية أن المعطيات تقول أن عدد العاطلين عن العمل خلال الشهر المذكور بلغ 3,399,000، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في حزيران تراجعت 2.7 نقطة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت. ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوى لها في 3 أسابيع في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بسبب المخاوف من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والقيود في الصين ستؤثر على الطلب على الوقود. هذا وارتفع خام برنت بنسبة 0.46% ليصل إلى 69 دولاراً فاصلة 36 سنتاً للبرميل الواحد بعد أن هبط 2.3% يوم الاثنين. وارتفع النفط الأمريكي 49 سنتا ليصل إلى 66 دولارا فاصلة 97 سنتا للبرميل الواحد بعد أن انخفض بنسبة 2.6% في الجلسة السابقة. حول أسعار الذهب، هبطت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في أكثر من 4 أشهر، إذ زادت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التوقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراءاته لدعم الاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع. ونزل الذهب في السوق الفورية بنسبة 2.1%، وفي التعاملات الأسيوية المبكرة شهد الذهب تراجعاً بلغ 4.4%، وانخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 1700 دولار، لكنه تعافى من تلك المستويات المنخفضة مع توقف ارتفاع الدولار مؤقتا. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين
0.36% بعد أن سجل في وقت سابق أقل سعر منذ تشرين الثاني عام 2020، وانخفض البلاديوم 0.9%. إلى اللقاء.